بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي الكسر وهذا برامج كيني حيثها يقيمها بدنا شيكوينك أذير عجب وبرامجا أقول لقلني إنه عرورتنا أخلاق ذو كتو سنو لغنك ذو كتو سنو أي نكبرنا قيمك إي أخلاق ذا الدنيا آخر وأنفعيا وتصاليال أن سواق هذا إنه وقل لنا هي عروتنا إنه كفهمان أخلاق ضحون إيه أخلاق ضحون في عيني كلابرتان إنه قرات كمسكح هذا وقع هذا إنه حلقة هذا إنما أنت وحي كصاف سنتهي درسك حقيقي إرون إيه في عيني ومتك قرب كاقة إستاقة مركي أدباتي سنتهي وحجري صدح قري أو درس أه صدح ذا قري قري والبوحة كنا ولا لبا ولا لا أه قري ده وح كنا ولا لبا ولا لا أه لبا الشبل أو ولا لا أه أي كنا ولا قري جا مديك تأنا وح كنا ولا لبا أي أو ولا لا أه قري جا بديح تأنا وح كنا ولا لبا الدمير أو ولا لا أه كل جود مركة ذلك سكوت إنه ولاين سين بتجليه أه مد كصص وحدي ببحاء استجور سقط سرعة سناية وصان غضا استجو دركسود أرجع أيها بين كي كصان غضا جوري جيسا ما لي مال ما كم إذا أيا شبال كي يرى ولا الكي وحكو يري وحن دريمة يا جوري جاني إنه نكو يرى عضي بان دريمة يا كسو شبال كي وين وحكو يري هاي محن صمينا مرك حارت أنا صمينا وحكو يري كيرا وحسوج هذه فكرة لبذا أي أيانو كأرينا قول جودة كبعدنا نجا قاضنا إنا وكحوجينا مركز وحيري دوا درس كنية درس كجميع الحوجا شبل كيرا وحيري مايا درس درسي وح أنا جم أقاني مهمدو أنا وإنا راح استوية مهمدو أنا جوا إنا قري أنا هلا مكاسو كي وانا وحيرو حقي لا وذا اي اذيان مكاسو يريد حيق مقل ما يشرمها اذن قول الان اكو دعضو درب ماشا تقع ربانا تقان مكاسو وحيري وهدي ديدان كوران دهان وكو اتكيستان دهان قريقا نايك تقمينو مكاسو وحيري قريقا لي هلايا مدي علوش هذو دقايا مني علوش هذو دقايا معناه وعوني ناوي عندنا مدو عنا سنة مدو عنايا هدي ديدان اني كتقان قريقا كسوحي معرته انا عنه كسير ها كي رابا وحقوقا عي كي وينا اني لبدا اي قري كريان هدي ديدان اي عنان صباح دي مركي لغاري اي 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 شبال كي راو وحو اتغي لبدي اي مكاسو ارنتي غارسي وحو كيري غريغان وا ان اد لا مال ما غودهود او تاكتان وا غريغودي هدي كلي او اوغان دو توحين كدا لبدي أي وركي وحكون قد السدي نهنقر عمل أكله وكسر عي وحيس ودينا وحكي أدنى وقولي جيني كوا نجح وقولي نسكي معلين كرنا وحب لا إني فكران أيجي ونابا وحكوي لأرنت والله وأذكتهاي كي رابا وحيري ها والله وأذكتهاي محايا لهذا طلب كذا يلي وينه oo inaan guriga ka guurno hadaan yeeli weyno waa inaan cunayaan waa inaan cunayaan markaas ama maxaa dhacday kii weynaaba wuxuu yiri ama kii yaraaba wuxuu yiri saw aragta in aynu la tashanno labada dameer ee dariskeena ah sabab aragta in la tashanno kii weynaaba wuxuu yiri oo maxay sameynayaan labadan shabeel inay kama celin karaan dameerku inay kama celin karo marka maxay ugu kordhinayaan marka siiri alhinka warka u sheegnay kullu anagu waxa ma khasaareyno hadaan warka gaarisno waxa ma khasaareyno lacalle inay wax faa'iido laga yaabo kaal u sheegnay labadii ay marka waxay aadeen gurigii bay aadeen dameerka labadii dameer walaha albaabkii bay qaraaceen waxay ku dhahayaan assalaamu alaykum wa alaykum assalaam soo dhawaada labadii ay wadariskan naga aya ahaydina soo dhawaada labadii dameer waxay soo dhaweeyeen labadii ay
لبدا اي غوري جاي سو غلين ارنتي يا شيكدي اي اوغ شيكيان ان لب ان شبيلكي اوتشداي او غوريودا كا قادانيو حدي كا تغي ويان او عونيو دمركي يرابا و خيري او مخانا قال ارنت انغا اديك مشكله دينا وهي مركا انكو حليه انغو ارنت خارق ما قلن مركاسا دمركي وينابا كو خناقي كيرا و خيري اد بقى ودقدقت هذا الكلام حاو دهيسا لبدن ايوا درس كان حق بين كليه ان قرب سينو سيدو كلي حدي اي الشبال كاني أي المانت اللي بدأ أي إريان أو أي عنان أو كوكو ليس أني قري ودي قفصدان برنا قري قاقة اللي بيح لنك بديح بها كحي كتاية أدوغون يقونا بري أدي كو إمانيان وقري كلاح وقيان مركا مشكلة دو ومشكلة ديني اللي بتا أي قا عيساتا إني قوينا عيساتا وأنا كوين تارنتو مركا أساد دمين كيوحي لها فهمي صحيح ويا رنتاسي هدها فهمي وإني إنو قرب سينو وأين مساعدينه أن لبدن أي حماركي لبدن حمار وحي آذين متك براهتما لأفرتو لغوض بأي وحي كسو حرتين أن براه أي كسو حرتين وحي أديار قرم إن الدقال قلان أو دفاعان لبدن أي وكدفاعان شبالك لبدن أين وحي بلابين إني تابر قاتان أو نفتو زي سيسكو دفاعي لهايين أو معيه هذا صوفيستان مركي استياريان كبعدي أي لبدي أي لبدي دميربا وحي آذين قوليقي لبدا الشبال الباب كي قراعين مكي الباب كفورين أي مارك تكيرا شبال كيرا أي وحو أركي مركي إسكوي مادين كلقين محاماتنا وقلت مادين دميركي هنا وحو يري وحن أني إنا إني ويدينه محاد أربتان إنا تكحوكتان قريقة أيقا ودرس كنا شمال كاوحي ومحاكا قال هذا دمار باتايا مركز وحيري لبدا أيوا درس كنا وحينا نقعصي إنا نقرب سينه صدرت ديار بان وحن أنا هاي إنا نقرب سينه مركز وحي ما يقعد قرب سنة سنها وحي وين عوني إنها ديك له وحي نما عوني كرتان نفتنا ودفاعنا أنا قصدي دمارنا هاي لوجيه ما وحن صواق شاني يقاببك وحن صواق شاني بره بريبوتس اللي بدأ عينه معيه هذا تسا أنا قلنا ديار بنا هنا استدفاعنا كبعد مركز تسين أرنتاس لبدي أي لبدي دمار با وأنا قدين وحين أبلاً قادين وحين لهن لبدا أي وحين أبلاً قادين هدي الشباب كن يصور رخ أنا يعني جوجنا نص نص شو كده مين الجرب كنا كبيح منه أنا جا جرب من السنين أنا جا أيه جرب من السنين وأيوه مصير كأن حلمت بون نقضي مصير كأني حلمت أيوه نقضي وحين بلعبين مركا يعني لبدا أي لبدا دمير ب أي سي وضعنا تبارك هذي iska gacilnaayaan iska difaacayaan shabeelka oo u diyaar garowayaan markay arkeen shabeeladii arkeen in arintu aysan sahlanayn ayay iswareysteen kii weynaa ayaa wuxuu ku yiri kii yara arintan maxaa u aragtaa soo aragtaa arintan inay keen iska celiyaan ayay rabaan kii yara wuxuu yiri هاي مجل أنا هو كي ما ركت إجا عريسية عونايا مكسير وكورنا هدي دمير كاني كقول لفته أسك عونايا أسك نهين دمير كي بروته برتها دو الله أفكر لسه هذا أفكر كقول لفته الكور كذا تان كور أي جينا وقنية أنا كسر وقسن كانوا كقنينه حسمين مكسيري سبحان سما الله هذا وحي ولا وعمي سواء دمان يسأل قرطاس إذا سبحان سما النبي يرمك وحي أفضل وحاء إن أن يسكد إنه وإن أن أي جاس قريه ذكاء إن فراك قادنا وركي كي رابع أيمي أي يدي بأيمي وركي وإيش أقول حيري
maanta laga bilaabo gurigiina deganaada inay ah inay ka xoogimeyno. Waa farxeen labadii ay iyo dameeradiiba inay ku guuleysteen inay dulmigii iska celiyaan oo ay naftoodii ay xifdiyaan, gurigoodiina ay maaragtay ay ilaashadaan, waxayna yaqiinsadeen oo hoosta ka xariiqeen tacaawunku xaqa in laysku garab siiyo inuu yahay waddada ugu fiican lagu noolaan karo. Xaqa oo aada garab istaagto waa nolosha ugu macaan lagu noolaan karo. Qofka miskiinka la dulminayo garabkiisa istaagto waa nolosha ugu macaan oo la noolaado. Qof miskiina oo la dulminayo oo dulmiga aad ka celisid waa waxa ugu wanaagsan oo qof bini aadana uu sameeyo. Waxaan ka baranaynaa adeerayaal sheekadan waxaan ka baranaynaa dariska dhabta ah ee runta ah waa midka garabkaaga istaaga marka dhibaato kugu soo dhacdo, ee ma aha midka ku dhiba ama garabkaaga ka baxa in aynu maaragtay markii unoo baahdo. In dariska la kaalmeeyo waa wax diinteenna ka mid ah. Nebigu sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu inoo sheegayaa baarinimada ugu weyn ee qofku u baari noqdo waa in aad saaxiibadii hooyada iyo aabbaha aada xiriiriso. Qiso cajiib ayaa dhacday. Saxaabiga la dhaho Cabdullaahi bin Cumar bin Khadaab oo xaj u socda oo xajinayo ardadiisa ay la socoto ayaa waddada wuxuu ku sii maray nin reer baadiye ah. Ninkii bay iskarteen oo isi salaameen. Waxaa dhacday marka Cabdullaahi bin Cumar wuxuu watay rati oo safarka ku galayay oo fuushanaa iyo dameer oo markuu ratiga ku daalo oo dameerka uu fuulayay. Cabdullaahi bin Cumar bin Khadaab marka wuxuu sameeyey ninkii reer baadiye ahaa ay iskarteen ay salaameen, markay iswareysteen ka bacdi wuxuu siiyey dameerkii cimaamadna ugu daray. Ardadii waa la yaabeen. Hadhow markii meesha ka tageen ayaa waxay ku dhaheen ninka reer baadiye ah dameerkii dhamma aa ku nasanaysay markaad ratiga ku daasho ayaad iska siisay, cimaamadii aa madaxa ku xiranaysay qoraxda kaa celinaysay ayaa iska siisay, wax yar baaba isaga ku filnaala intaasoo dhan inaad siiso ma ahaynba qofka reer baadiye wax yar baa qanciya. Saasay ku dhaheen. Markaasi maya ninkan aabbihiis iyo aniga aabbahay Cumar bin Khadaaba ayaa saaxiibo ahaa. Markaasuu xadiiska wariyey, waayo nebiga wuxuu yidhi baarinimada waxa ugu qaalisan aabbaha iyo hooyada saaxiibadood inaad xiriiriso. Cabdullaahi Cumar bin Khadaab muxuu sameeyey marka? Muxuu xiriirinayaa aabbihii saaxiibkii wiil u dhalay. Diintan marka waxay ina baraysaa dad saa iskugu duwan, saa iskugu xiran inaan noqonno. Maxaa la diidan yahay marka dariskaaga inaad ka ilaaliso adeer macan? Waxaa la diidan yahay weligaa dariskaaga wasakha ku tuurin gurigooda, qashin ha hor dhigin, dhalaha ku jabin, gaarigooda dhagaxa ku dhufan, caruurtooda ha caayin, dhagaxa la dhicin, caruurtooda ha dhibin, caruurtooda ha dilin, yay dhicin adeer macan, yaysan dhicin in bini aadan daris kula ahaa uu guriga ka guuro dhib aa dhibaysa dartiis, dhibtaada darteed yaan weligaa qof gurigiisa uga guurin. Noqo mid la dhaho qofkaas inaan la dirsanaan rabnaa, dadku inay kula dirsan ha jeclaadeen, yaadan noqon qof laga cararo daris xumadiisa laga cararo. Ha noqon qof maaragta mar walba dariskiisii dhagax intuu ku tuuro maaragtay dhagixii uu dadkii hurday hurdada ka kiciyo caruurtii yaryar madaxa kaga dhaco. Ha noqon weligaa dhagaxa ku tuurin. Waxaa dhici karta qof deerka iska fadhiyey inay uu isha kaga dhaco ama madaxa uu kaga dhaco uu saa ku dhinto. Deriska wax soo turi lama yaqaano, dhagaxa meelo raaca lama yaqaano, inay ku habaaraan mooyaane wixii kale awoodaan ma haysato. Weligaana ha isdhihin dadkan waa dad qariiba ama waa dad magaalada ku cusub ama waa dad danyara ama waa dad laga tira badan yahay, saa darteed xataa haddaad dulmiso waxay ku dhihi karaan
iyo wixii kugu sameyn kara ayaa iska yar hadhihin saas hadhihin hadii aabaha uu madax yahay ama uu ciidanka u haysto ama uu jago u haysto hadhihin wax kasta waan ku sameynayaa waayo aabahay waa madaxa hadhihin hadhihin xoogga aabaha dadka ha ku dulmin iska ilaali haddii aabe uu lacag leeyahay ha ku jeesjeesin deriskaaga faqiirka ah haddaadan waxba siineyn waa in aad waalidka dhahdo haddaa waxay soo gadaan aan wax ka siiyo deriskayga waxaa jirta qiso cajiiba qisadaasi waxay ku saabsanayd waxaa jira nin la dhaho saalim saalim waxaa deris la ahaa nin la dhaho axmed axmed waxaa nin faqiir ah lacag buu u baahday kabacdi wuxuu ciilaamiyey inuu gurigiisa iska iibinayo ninkii iibsan lahaa markuu yimi ayaa waxaa la soo istaagay ninkii deriska la ahaa ee saalim ahaa markaasuu wuxuu dhagaysanayaa axmed gurigiisa iibinaya iyo ninkii laga iibin lahaa gorgortankoodii axmed wuxuu yidhi gurigeyga wuxuu joogaa kun dinaar buu joogaa markaasuu kii iibsanaya wuxuu yidhi maxaasaa u leedahay gurigaagu kun ma aha waa shan boqol markaasuu yidhi waa ogaa inuu shan boqol yahay laakiin gurigeeni wuxuu haystaa deris nin fiican oo haddaa xanuunsada soo booqda haddaa cunto waayo cunto isiiya iga warhaya wanaagsan khayr badan ayuu marka guriga waxaa qaali ka dhigay ninka deriska la ah qiimihiisa ayaa qaali ka dhigay ninka deriska la ah wuu dhagaysanaya kii ninka deriska ah wuxuu yidhi maayo axmed gurigaaga iska iibin anaa lacagta u baahantahay ku siinaya lacagtii buu siiyey gurigaagana haysuu yidhi ilaa axmed wuxuu guriga iskaga iibinayay dan baa qabatay iskama iibiyeen wanaagaa fiiri deriska noocaasoo kale ah ka warrama waa midka aan rabno inaan ku wada noolaano adeerayaal marka qisooyinkan iyo sheekooyinka marka lasoo duuduubo adeerayaal waxaan ka faa'iidaynaa inay noqonno dad isku duuban dad isku xiran dad isku kalsoon dad isjecel yaynaan noqon weligeen iyo alleheen kaligii noolayaal iyo kelin dantooda iyo naftooda ka fekera yaynaan noqon taas ayaan alla subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa daawadayaal iyo dhegaystayaal iyo kasoo qayb galayaal intaas waxaan ku soo afmeelaynaa barnaamijkeenii xiisaha iyo qiimaha badnaa ee sheekooyinkii adeer cajab waa anigoo ah adeer cajab oo idinkaga tegaya intaasiyo nabaadiino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu